بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم. دواء أحيانا يكون عند البشرية دواء وتستخدمه لبعض الأمراض ولا تعلم أنه مفيد في أمراض أخرى أكثر أهمية وخطورة، ويكتشف الأمر ده حديثا وتبقى العملية إنجاز علمي كبير جدا. حديثا ومؤخرا هيئة الدواء والأغذية الأمريكية الـ FDA وافقت على دواء الكولشيسين، وده مستخلص نباتي، مستخلص من نبات اسمه الكولشيكم، وبيستخدم قبل الموافقة على الـ FDA على هذا الدواء بيستخدم لعلاج مرض النقرس. هذا وهذه المادة بتشتغل على الالتهاب، هي مضادة للالتهاب. احنا عارفين يا جماعة ان مرض النقرس بيحصل فيه تراكم للحبيبات والبلورات بتاعة حمض اليوريك ده، وبيؤدي التهاب في المفاصل، بخصوص مفاصل أصابع القدم، ويبقى مؤلم جدا. فمع أدوية النقرس اللي بتقلل إنتاج اليوريك ده وإنتاج البلورات دي، بندي دواء مضاد للالتهاب. وأحسن حاجة لقوها ومادة طبيعية هي الكولشيسين. دواء موجود بسعر رخيص جدا جدا ومتوفر بشكل لا تتخيله، موجود عندنا في مصر وموجود عندهم في أمريكا زي ما هنتكلم في الحكاية. جم بقى لقوا حاجة يعني اتنشرت في مجلة كبيرة جدا اسمها لانست، إن الجلطات اللي بتحصل في القلب والجلطات اللي بتحصل في المخ والتجلط الدم عموما، العملية المقلقة اللي بتحصل عند ناس كتيرة جدا، سببها الرئيسي ليس الكوليسترول، ولا الكوليسترول الضار ولا الكلام ده. ونشرت النتائج دي في مجلة علمية كبيرة اسمها لانست، اكتشفوا ان السبب الرئيسي حاجة اسمها الالتهاب، الانفلاميشن. نوعية معينة من الالتهاب هي التي تؤدي إلى حدوث الجلطات، ولذلك جميع المرضى أو معظم المرضى، بلاش نقول جميعهم، اللي كان بيجي لهم جلطات في القلب وجلطات في المخ وسداد في الشرايين ومشاكل اللي بتحصل عندهم دي كلها، كانوا يدوهم دايما الاستاتين. والاستاتين دي يا جماعة هي أدوية خفض الكوليسترول، وكان غالبا بيترد لهم الجلطة تاني، يجي لهم الجلطة تاني في الشريان، يتسد الشريان تاني، تعودهم مرة واتنين، والاستاتين ما بتنجحش 100% في انها تقيهم من عودة هذه الجلطات تاني. فبالبحث العلمي في كيفية تكون الجلطات دي، وجد ان الالتهاب له الدور الرئيسي في تكوينها. ونوعية معينة من الالتهاب هذا الدواء الكولشيسين هو المتخصص في انه هو يوقفها. فجابوا الكولشيسين واتعملت دراسة على 5522 مريض من جميع انحاء العالم، واتنشرت في مجلة كبيرة جدا، ووجدوا ان الكولشيسين فعال بدرجة خرافية في انه هو يوقف تكوين هذه الجلطات. النتائج دي اتقدمت للـ FDA معززة بكل التجارب الإكلينيكية، وتوافق عليه فعلا في شهر يونيو اللي فات، والاستخدام وبنفس الجرعة اللي بيستخدم فيها لعلاج الالتهاب الناتج عن النقرس. اللي هي هي بقى الجرعة، الجرعة عندنا بيستخدم هو القرص نص ملي جرام، بتستخدم نص ملي جرام يوميا. وطبعا لا غنى عن الاستاتين، بيستخدم مع الاستاتين عشان يحمي المريض من تكرار أو عودة أي تجلط يحصل في الدم. بيدينا نسبة أكتر من 30% زيادة حماية للأوردة والشرايين علشان يمنع إعادة تكون الجلطات. موجود الدواء ده في أمريكا تحت اسم علبة دواء اسمها لودوكو، والعلبة دي يا جماعة كانت بقروش بسيطة، يعني لا تتجاوز ثمنها الدولار. أول ما الـ FDA وافقت على هذا الاستخدام الجديد ثمنها ارتفع، يعني بقى القرص الواحد أكتر من 20 دولار. شيء عجيب، لأن المفروض أن الأسعار تبنى على التكلفة ولا تبنى على احتياجات المريض، أن احنا نستغل احتياجات مريض أو مرضى يعانون، أو يصبح هذا الدواء اللي كان مهمل يصبح له أهمية كبيرة جداً ثم هنغلي سعره. على العموم هو في مصر باسمه كده كولشيسين، وجرعته برضه نص مللي جرام، ودواء رخيص تنتجه شركة حكومية في مصر
تقريبا شركة نانفيس، انا احط هنا شكل العلبة، بحيث انا المعلومة دي يا جماعة انا تهمني فيها المرضى اللي جات لهم جلطات، اللي بيحبوا يسمعوا الحكاية دي كيف يقومون نفسهم من عودة الجلطات، وده موضوع مهم جدا جدا، ويهمني فيهم الاطباء اللي يا ريت يسمعوا هذا. وانا احط لينك الابحاث والموافقة بتاع الاف دي ايه في صندوق الوصف بحيث يرجعوا لها. ان يهمني ان اي دكتور بشري بيكتب ستاتين للمرضى وخايف من حدوث جلطات عنده، او عنده تاريخ في العيله ان حد عنده بيجي له جلطه في القلب او جلطه في المخ او الكلام ده، او جات له جلطه مره وعاوز الدكتور يقيه فبيديله الستاتين دي، يدي معاها الكولشيسين. ضروري يا جماعه يدي معاها الكولشيسين علشان الوقايه، وده يعني حاجه وافقت عليها هيئه الاغذيه والادويه الامريكيه، وخلاص والدنيا ماشيه تمام. فنرجو ان الانجاز العلمي بتاع النهارده اللي بنتكلم عنه ده النهارده ده يكون فتحه خير في ان يمنع الحكايه بتاعت التجلط دي، لان احنا عارفين يا جماعه اول جلطه مثلا بتيجي في القلب والانسان بيعيش بتتعب حته في القلب، لكن الانسان بيبقى القلب وممكن يقدر يتعامل كويس، لكن لو لا قدر الله جت جلطه ثانيه بتموت القلب، وساعات ممكن تموت المريض، جت جلطه ثالثه بتبقى الضرر اكتر. فإعادة التجلط دي بتدمر صحة الإنسان وقد تودي به إلى الوفاة. وكذلك جلطات المخ، فشفى الله كل مريض، وده اللي عندنا النهاردة، وإلى لقاء في حلقة قادمة وموضوع مهم وبحث علمي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.